انت ثروة. يا محكمة، يا محكمة، رح نسأل مين عن أضرار الدايوكسين لو يتحلل من البلاستيك ويضر الأجسام ملايين. قالوا بيثبت سرطان ويضر خلايا الإنسان لو يتسخن أكلك فيه تروح الصحة في خبر كان. ليه بتبيعوا فيها الفول؟ وبليه لو كشري ده معقول؟ وأزايز المية نجنبها صحيا ده مش مقبول. يا محكمة، رح نسأل مين عن أضرار الدايوكسين لو يتحلل من البلاستيك ويضر أجسام ملايين؟ يا محكمة. الصحة والجمال لون جديد للحياة. صحة عمرنا، البرنامج الذي يتناول مشكلة تأخر الإنجاب من حيث الجديد في التشخيص والجديد في اساليب العلاج. ايوه دي حاله تكيسات، يبقى لازم نظبط الهرمون ده، لازم نقلل هرمون ال اتش. فرحه عمرنا الاثنين في الحادية عشرة مساء، الاربعاء في الثالثة وعشر دقائق عصر. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv. الصحة والجمال لون جديد للحياة. واحد من خمسة أشخاص في جميع أنحاء العالم يصابون في مرحلة ما خلال حياتهم بمرض السرطان. السرطان يمكن أن يؤثر على كل أجزاء الجسم. السرطان مصطلح جماعي لعدد كبير من الأمراض التي عن طريقها تتكاثر خلايا الجسم بدون السيطرة. الخلايا الطبيعية تنقسم وتتضاعف حتى يتمكن الجسم من النمو أو لتجديد الخلايا القديمة أو الغير فعالة. أما مع مرض السرطان فيصبح الانقسام فائضا للخلايا وليس له حاجة. إلى جانب ذلك،
فإن الخلايا التي تتشكل لا تأخذ شكلها السليم ولا تعمل بشكل صحيح. هذه الخلايا تندمج لتكون كتلة صلبة، وتسمى هذه الكتلة الورم الخبيث. يسمى الورم في حالة عدم تأثيره على الأنسجة المجاورة ورما حميدا، ويسمى الورم في حالة تأثيره على الأنسجة المجاورة ورما خبيث. والورم الخبيث هو ما يسمى أيضا بالسرطان. عادة ما تنتشر الأمراض الخبيثة إلى أجزاء أخرى في الجسم. يحدث هذا عندما تنفصل بعض الخلايا من الورم السرطاني وتنتشر في الجسم عن طريق الصحة والجمال، لون جديد للحياة. انتي ثروة. إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام على شاشتكم الصحة والجمال وفي برنامجكم أنت ثروة. ولأنك ثروة أعددنا لك اليوم موضوعا يعد في جوهره شائكا وعظيما وخطيرا. أما كونه شائكا فلأنه يتعرض للمرأة في أعز ما تملك، في أفضل ما تملك، إنما يتعرض للمرأة في جوهرها وفي عرضها أيضا. ولأنه عظيم، وكيف لا يكون عظيما؟ ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عد المدافع عنه والميت في سبيله شهيدا في سبيل الله، شهيدا في سبيل الله. وكذلك موضوع عظيم ومنتشر، ومن أدال انتشاره أن تخرج علينا بعض الصحف في الوقت الجديد كنيويورك تايمز لتؤكد أن امرأة من كل 3 أمريكيات ربما تتعرض للتحرش، وأن واحدة من كل 5 تتعرض للاغتصاب أو دواعيه أو مقدماته. في الحقيقة هذا الموضوع سنطرحه بإذن الله من منظور شرعي. ولماذا من منظور شرعي؟ لأننا نعتقد جزما أن ديننا الحنيف فيه الكمال والكفاية. الكمال بحيث إذا أخذنا به بلغنا ذروة الكمال في كل نواحي الحياة، في الثقافية وفي الحضارية وفي الاقتصادية وفي غيرها. وديننا فيه الكفاية
بحيث يصف لنا الوقاية قبل أن يكون هناك مرض فيصف من أجله العلاج، وهذا يؤكد على أمر العلاج. والتحرش بالمرأة نوقش كثيرا، لكنه لم ينقش من وجهة نظري دراسة علمية تكتمل جميع جوانبه، تلم جميع هذه الجوانب. فرأيناه مثلا يخص المرأة وحدها بالمسؤولية، وفي ذلك نقص شديد، وبعضهم يلقي اللائمة على الرجل وحده، وفي ذلك أيضا نقص شديد، وبعضهم يذهب إلى ما هو أغرب من ذلك فيصف أن الاحتشام هو الذي ربما يدعو الشاب إلى أن يتحرش بالفتاة. كل هذا سنناقشه بإذن الله تبارك وتعالى على ما تيسر من وقت. أما الأسباب التي نقدمها لهذا المرض أو التي أدت إلى هذه الظاهرة وأدت إلى تفشيها، وأقول تفشيها لأن الدراسات التي تخرج علينا بين اليوم والآخر تؤكد هذا التفشي، بل والتنامي أيضا، يعني في بعض الرسومات البيانية التي ربما يعرضها الإخوة في الاستوديو تبين كيف أن بعض النسوة التي استجبنا للدراسات التي يعني تؤكد على أن ظاهرة التحرش مستمرة في المجتمع، تؤكد على أن أكثر من 90% من هذه الفتيات تعرضن للتحرش، سواء بدرجاته المختلفة من بين النظرة واللمس والجذب باليدين، وربما الأمر تطرق إلى ما هو أعظم من ذلك، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الأسباب، ما السبب في ظاهرة التحرش؟ هل السبب في ظاهرة التحرش المرأة أو الرجل؟ اسمحوا لنا سنبدأ هنا المجتمع، سنبدأ فنقول إن المجتمع هو السبب الأول في هذه الظاهرة. المجتمع، نعم المجتمع، وأنا أقصد بالمجتمع أولا مؤسساته ومنظوماته، ثم الجماعات الإنسانية المكونة لهذا المجتمع، المنظومات والمؤسسات، ولا سيما التي يناط بها معالجة وتوجيه هذه التيارات الإنسانية في المجتمع الواحد. يعني مثلا المؤسسات الإعلامية وما يظهر فيها من مواد، إذا أردنا أن نصفها بوصف لبق نقول إنها مواد مسفة، ولا العجب من يعرض هذه المواد ويقول له بذلك يعالج بعض ظواهر المجتمع، ولو كان صادقا مع نفسه ونظر في الشوارع كيف أن هذه المواد هي نفسها، كيف أنها نفسها تؤدي إلى تقليد والتشابه بهذه المواد. نعم، يعني الأغاني الشعبية المنتشرة في الشوارع كلها ما هي إلا ذات الأغاني التي نراها في هذه المواد، والعلاقات التي ربما يطمح إليها بعض الشباب والفتيات التي نحن نصفها أنها علاقات سيئة، أو المجتمع يصف أن علاقات سيئة وتجر إلى مشكلات حقيقية، ما هي إلا نتاج حقيقي لهذه المواد التي تظهر في صور الإعلام، سواء المرئي منها والمسموع بل والمقروء أيضا. ومن المجتمع أيضا المؤسسة التربوية، سنقول أيها المعلم أنت قدوة، أيتها المعلمة أنت قدوة، فيا للعدد إذا كان المعلم والمعلمة، ودعونا نكون صرحاء، يعني نحن لا نتكلم عن مجتمع بعيد عنا، إنما نتكلم عن مجتمعنا هذا، وإذا أردنا فعلا فيه إصلاحا فينبغي أن تتكاتف الجهود، تضافر الجهود حتى نخرج بعلاج من هذه الكارثة. أنا ربما لا أسميها ظاهرة، هي فعلا كارثة، كارثة التحرش بالمرأة، كارثة
تناول المرأة بما لا يحل، كارثة ربما تؤدي إلى إغراق المجتمع كاملا في خضم شديد من المشكلات والبلايا. إذن فالمؤسسة الإعلامية عليها دور ودور عظيم، والمؤسسة التربوية عليها أيضا دور ودور عظيم. لا أقول دور في العلاج، نحن لم نتكلم عن علاج بعد، إنما نتكلم في هذه الدقائق عن الأسباب. طبيعي وطبيعي جدا أن المدرس والمدرسة في المدرسة ما هم إلا أب وأم، لكن العجب أن ترى بعض المدرسين والمدرسات، وهذا ظاهر في كثير من الأعمال الفنية، وكل أب وكل أم يعلم أن في هذه المدارس بعض من هذه المظاهر. من المدرسين والمدرسات الذين يبيحون لعلاقات عاطفية بين الطلاب والطالبات، ويرون في ذلك قدرا من الحرية، وسنتكلم إن شاء الله عن الحرية. المجتمع بكل فصائله، المجتمع بنسيجه، المجتمع بجماعاته المكونة لهذا المجتمع، الجماعات الإنسانية المكونة لهذا المجتمع، وقعوا في مشكلتين رئيسيتين. أما المشكلة الأولى فالسماح بتلقي الثقافات الغربية وقبولها، نتلقاها ونقبلها بل ونطبقها في حياتنا اليومية. الأمر الثاني أنهم قد استبدلوا من المصطلحات الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني المصطلح العيب، عيب تعمل كده، عيب تعملي كده، والمصطلح ربما يكون الأنسب حرام، لأنه يزع النفس ويربطها ويقيدها عما لا يحل. مصطلح العيب وليس مصطلحا سيئا على كل حال، لكن السيء أن نتوسع في هذا المصطلح الفضفاض ونترك المصطلح المقيد المحدد. وهو مصطلح فضفاض لأن العيب في بيئة من البيئات، في المجتمع الواحد ربما يحتوي المجتمع الواحد على جملة من البيئات، في البيئة الفلانية ده عيب، في البيئة المختلفة عنه في ذات المجتمع ده مش عيب. البنت إذا خرجت مثلا في زي ما، عيب تخرج بالزي ده هنا في الشارع، لكن ربما في المصيف أو في غيره مش عيب. الولد عيب تعمل كده مع فلانة درتك، لكن مش عيب تعمله مع زميلك. فمصطلح العيب مصطلح يستعمله المجتمع وبكثرة، أؤكد هذا المصطلح مصطلح فضفاض، مصطلح واسع يحتاج إلى تقييد، وليس هناك من تقييد أجمل ولا أعظم ولا أدق مما ورد في شرعنا الحنيف الذي وصفت سابقا أن نعتقد جزما أن فيه الكمال وفيه الكفاية. فمصطلح من المصطلحات لن نفيد في الأمر، الوقت معنا ربما يكون ضيقا، نقول فقط هذا المصطلح. من المشكلات المجتمعية أيضا وهو يشارك فيها ويشارك بقوة تضييق المشروع، والقاعدة على أن تضييق المشروع يؤدي حتما إلى توسيع الممنوع. فالمشروع بل المحدد هو الزواج. لا أقول أن في الزواج الحل الكامل لظاهرة التحرش أو لكارثة التحرش، فكثير من المتزوجين يتحرشون وكثير من المتزوجات يتحرش بهم، لا، لكن هذا جانب من جوانب العلاج. ليس العلاج في كلمة واحدة أو في إجراء واحد،
نحن لا نتعامل مع مشكلة طبية ربما بتلقي بعض الأقراص أو الجرعات ينتهي الأمر، لا، نحن نتكلم على ظاهرة مجتمعية وعلماء الاجتماع تراهم من أكثر الناس الذين ينظمون مشكلاتهم وينظمون العلاج لكل مشكلة، وتراهم أيضا يعتبرون الزمان عاملا أساسيا ويعتبرون تضافر الجهود عاملا أساسيا كذلك في هذا الأمر. تطبيق المشروع يؤدي إلى توسيع الممنوع، ونحن في مجتمعنا ومع الأسف الشديد، وأنا أقول في مجتمعنا، نحن من هذا المجتمع، نحن فيه، نحن نتأثر به ونؤثر فيه. مجتمعنا يتسارع وبشدة إلى تضييق المشروع، إلى تضييق الزواج. من المشكلات التي يسأل الله تبارك وتعالى عنها كل ذي مسؤولية في بلدنا هذا وفي مجتمعاتنا العربية والإسلامية عموما أمر الزواج. الزواج، نعم الزواج، في الزواج علاج، الزواج على الأقل إطفاء لجذوة الشهوة ولو إلى حين، ففيه جزء من العلاج. فالمجتمع الذي يوسع أمر الزواج مجتمع يقل فيه أمر التحرش. قارن مثلا بين المجتمع المصري منذ 100 سنة والمجتمع المصري في هذه الأيام، تجد أن عدد طلاب الزواج وطالبات الزواج يتزايد، وأنا أعتبر هؤلاء قنابل موقوتة في مجتمعنا. يبقى تضييق المشروع يؤدي حتما إلى توسيع المشروع. في أسباب للتحرش عند المرأة وأخرى عند الرجل. الأسباب اللي بتكون عند المرأة، وأنا هبدأ بالمرأة حقيقة لأن دواعي أمر التحرش تبدأ من عندها، أنا لا أقول أن المسؤولية كاملة تقع عليها، لا، وإنما دواعي الأمر منها. وفي ذلك استئناس بكتاب الله تبارك وتعالى إذ يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فبدأ بالزانية قبل الزاني. وبين العلماء الأولون المنصفون على أن دواعي هذا الأمر تكون أولا من المرأة ثم يستجيب الرجل لذلك. نسأل الله السلامة والعصمة والعافية. المرأة عندها مشكلات رئيسية، أولها التبرج أو الخروج في زي غير مناسب للشارع. وشوف كده هتلاقي ان عموم الاحصائيات او اجابات الاسئلة عن التحرش سواء عند الرجال او عند النساء، يعني انت لما تسأل مجموعة عشوائية من الرجال والنساء على طول تجد ان اغلب واكبر سبب هو البنت بتخرج بزي غير مناسب ابدا للشارع، وده امر واضح وامر بليغ. تخيل معي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. طيب نشوف الإحصائيات اللي معانا ونعدي عليها سريعا. وهذه إحصائية بتقول اختلاف مفهوم التحرش عند المستوى التعليمي باختلاف المستوى التعليمي للمستجيبين. مستجيبين يعني احنا نقوم بدراسة، مش كل الناس بتقبل مننا ان احنا نقول انه دوت انا هشارك معاكم، في ناس تستجيب واخرون لا يستجيبون. فالتحرش عند هؤلاء المستجيبين اغلبه كان امر الملامسة، وده امر بشع. يعني ربما لو كان الامر يتعلق باللفظ لقلنا ان المسألة يعني في الشباب او مشاكل فراغ او غيره، لكن الامر يصل الى حد الملامسة ده معناه
أنه لم يعد يخاف الله عز وجل ولم يعد يخاف العقوبة. فالملامسة يجي بعدها البسبسة. أنا كنت أتخيل، كنت أفضل أني بأكد أن يكون التحرش اللفظي هو الأول، لكن أمر يصل لحد الملامسة وبعدين البسبسة والبسبسة يعني بالعين كده والملاحقة والتتبع، والأمر ربما يصل إلى حد المكالمات الهاتفية، وده أمر غير مقبول أبدا وغير مسموح به في مجتمعنا العربي. طيب يبقى كان الخلاف دوت أصل واضح ويظهر من المشكلات اللي احنا او من النماذج اللي احنا شفناها لاختلاف مستويات التحرش. طيب مفهوم المستجيبين، مفهوم المستجيبين يعني هؤلاء الذين استجابوا لطلب عمل دراسة من الدراسات. مستجيب هو هؤلاء الذين استجابوا لعمل دراسة عليهم سواء من الرجال أو من النساء. يبقى البنت، خروج البنت ينبغي أن يكون في زي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينه في سنته المطهرة ووفق ما أراد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. يبقى أولا المرأة يقع عليها عبء عظيم، يقع عليها السبب الرئيس في هذا الأمر، في أمر التحرش. بالمناسبة الأمر يقف عند المرأة في أنها تخرج بزي ملفت للنظر مثلا أو بثوب ضيق، ولا بأس في هذه اللحظات أن نذكر شروط الزي الذي ينبغي أن تتبعه المرأة المسلمة. فأن يكون صدصادا واسعا، أن يكون صفيقا يعني ما يشفش لون الجلد، أن يكون ساترا سابغا كل البدن طبعا بخلاف الوجه والكفين وفي وعليهما خلاف ظاهر، خلاف معروف عند أهل العلم. هذه الشروط طبعا ما يكونش ثوب شهرة وما يكونش ملفتا بعينه، يعني مثلا الألوان الواضحة ديك، الألوان اللي ربما بتستدعي صاحب القلب الضعيف إلى أن يقول كلمة خبيثة. المرأة لها سبب آخر أو عندها سبب آخر لأسباب التحرش، وهو الخلاع. والخلاع ليست في الثوب وإنما في حركات البدن. يعني تذكر معي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر معي هذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليخرجن تفلات، ويعني ليس عليها من أمر التعطر شيء أبدا. وتذكر معي أيضا قول الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خضوع بالقول يعني ربما الترقق في اللفظ، تنعيم الصوت. أنا بقولش إن المرأة تخشن صوتها، وبقولش إن المرأة تحتد أبدا، هذا ليس مقبول أبدا. معنا اتصال. سيد الصهير، تفضل يا الصهير. ألو. أيوة صبي الصهير مع حضرتك. ألو. أيوة الصهير تفضل حضرتك على الهواء. سمعني كده؟ سمع حضرتك. الصهير سمع حضرتك، تفضل تفضل سيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نعمل مداخلة مع حضرتك؟ تفضل يا فندم. يعني حضرتك بتتكلم في موضوع مهم جدا، بس انا شايف ان يعني الشباب، انا شايف الشباب مظلوم، لان فعلا عندنا يعني البنات بيبقى لبسهم مستفز، لكن احنا بقينا في مجتمع ما بيسهلش على الشباب ان هو يتجوز. يعني لو شاب عاوز يتزوج
مطلوب منه مسؤوليات كتيرة يطلب على أغلب الشباب إن هم ينفذوها يعني. فلازم جميع البنات ما يعني نفسهم حتى البنات المنقبات يبقى القصد يعني يعني سوري يعني إذا القصد كمان بيبقى في دلع يعني ما ينفعش الكلام ده بصراحة، فأنا مش عارفين نعمل إيه يعني. شكرا لحضرتك. شكرا على صحتك يا استاذ. الاستاذ ساهر بيأكد على المعنى اللي احنا كنا قلناه، وهو انه المسؤولية ربما تقع بالاولوية على البنات، وتقع ايضا على المجتمع اللي بيتعاضل في امر الزواج. نكمل نقول ان المرأة عليها المسؤولية الاكبر، وازاي انها مأمورة بان تخرج من البيت مستورة تفلة ليس عليها من امر العطر شيء ابدا، لان ذلك يلفت النظر. معنا كمان شكل ايضا الاحصائية للتوزيع النسبي للمستجيبين اللواتي يعتقدن بان المرأة له لبس المرأة له تأثير على احتمال لتعرضها للتحرش الجنسي، وزي حضراتكم كده شايفين ان ازاي النسبة بتقول ان الاغلبية فعلا اكتر من 60% ان لبس البنت له عامل اساسي في تعرضها للتحرش. بالمناسبة هي البنت اللي بتخرج في هذه الحال هي ليست فقط تجرم في حق نفسها، وانما ايضا بتشجع الشباب على ان يفعلوا ذلك باخرى محتشمة. يعني هي بتجرم جريمة في حقيقة، جريمة في حق نفسها، وجريمة اخرى في حق امرأة اخرى هي ربما يعني على كل حال الامر كبير واسع. اؤكد فيه على امر انه المسؤولية فيه على المجتمع وعلى المرأة وايضا على الرجل. يا ايها الذين امنوا امر الله تبارك وتعالى بغض البصر للرجال والنساء، قال قل منا يغضوا من ابصارهم وقل مناتي يغضضن من ابصارهم. البطالة، ومش مقصود بالبطالة عند الشباب الخلو من العمل الذي يسترزق منه، وانما خلو اليد. كان عمر بن الخطاب يقول اني اكره الشاب خالي اليدين من عمل الدين او عمل الدنيا بفراغ. وفي الفراغ حديث شديد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخرج البخاري من حديث عبد الله بن عباس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. طيب ربما لو فيها في 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 دقائق قليلة للغاية نتكلم عن امر العلاج، نقول عكس هذه الاسباب. يعني المجتمع ينبغي ان يتوسع، المجتمع ينبغي ان ييسر المجتمع في امر الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم ان ترضون دينه وخلقه، دين والخلق، تزودوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. مشاهدي الكرام، سعدت بكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من عيونها يا حمرا، يا كن أحيانا صرورا، يا مصر عمرنا الصرحا، يا من اضرب بنفس النوار، نبع الحب والإحسان بحسك من صدور النار، يا من من أهل والمار، جسد مقلوبنا من هوار، انتي ضرورا. Thank you.